بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا يا طالبات الصف الثاني في مادة العلوم الجميلة. سوف نتحدث بإذن الله عن موضوع جديد في مادة العلوم، نتحدث عن الغاز. ما هو الغاز؟ الغاز هو مادة تنتشر فتملأ المكان الذي توجد فيه. مثلا هنا الهواء هو عبارة عن غاز، وأيضا مجموعة من الغازات تنتشر مثل غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون. الهواء الذي نتنفسه إذا يحتوي على غاز، ماذا؟ غاز الأكسجين. هل نرى غازات في الهواء؟ لا، لا نرى غازات في الهواء لأنها منتشرة وموجودة في كل مكان. نحن نحس بالهواء ولكن لا نرى هذه الغازات. هل الهواء له كتلة؟ نعم له كتلة. هنا الغازات ليس لها شكل محدد. لاحظي هنا، هل لها شكل محدد؟ ليس لها شكل محدد. كيف أعرف أيضاً أن الغاز له كتلة؟ هنا نلاحظ أن البالون بشكل عام نوعان من البالون، البالون الأحمر والبالون الأزرق. نلاحظ أن البالون الأزرق يميل إلى الجهة اليمنى بسبب أن كتلته أكبر من ماذا؟ من البالون الأحمر كما نلاحظ هنا. ما هي خواص الغاز؟ له كتلة، ليس له شكل محدد. هل له شكل محدد عند الانتشار؟ لا، ليس له شكل محدد. وأيضا لا نرى الهواء. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.